مسمار جحا هي مسرحية الأديب مصري راحل، فمن هو؟ الأديب ده اتولد في إندونيسيا، وصف شخصية جحا التراثية بتجسيد المستعمر والحالة اللي بتعيشها الشعوب العربية من ظلم المحتلين. أميرة توفيق الحكيم. لا سوري. كلنا عارفين انها غلط، بس كلنا عارفين انها غلط. طب بتقولي غلط ليه؟ لو انت متاكده مليون في المية كاونتر صفر. كاونتر صفر عامل ايه؟ اجابه قنبله. انا عارفه. لما توفيق الحكيم اتولد في اندونيسيا، انا قريت الروايه بس مش قادره افتكر الاسم. بس اديب مسرحي مشهور جدا وعد علينا كلنا. مفيش اجابه؟ خسارة جدا. اختيارات بقى. هقول لكم معلومة وهتتخطف من الاختيارات. أربع اختيارات: علي أحمد بكثير، يوسف إدريس، لينين الرملي، نعمان عاشور. اللي ألف. أنت دوست خلاص. أنا؟ مش قادر أقول لك المعلومة. لا أنا عرفت خلاص. عرفته؟ إجابة. علي أحمد بكثير. صح. مؤلف وائس لمان. إجابة صحيحة. محمد حسام برافو عليك. كان مستني يقرا الاختيارات علشان يفتكر الاسم. هو خايف يقول الاسم غلط. عشان نقط 50 الحوت الازرق، 10 الضربه القاضيه. سؤال في الادب، الضربه القاضيه ادب